صحيح. عرفنا على هال اوكي هي أكثر. احنا الحوض اللي احنا بنسميها بالانجلش البلفيك تلت، اوكي الانتيريور بلفيك تلت، هي مشكله بنواجهها عند كثير حالات اذا بدك قليله، اوكي بس ما بنعرف الحل تبعها وما بنعرف انه هي موجوده غير ما نبلش نتوجع من وراها. فاللي رح نعمله اليوم رح نفسر شوي شو هي، ونفسر كيف بدنا نرخيها وكيف بدنا نعالجها وكيف بدنا نوصل لنتيجه بهذا الموضوع. نعم. اوكي اول شيء رح نبلش نفسر شوي. هي البلفيك تلت الشخص العادي بتكون مثل اذا بدك كانه هون الظهر، اوكي جاي 90 درجه بهذا الشكل مع لقدام البلفيك تلت طبعا. اوكي الشخص يلي عنده هيدي المشكله اوكي بيكون بهيدي الطريقه. اوكي اوكي بتجي مقوصه من ميلي تحت من اللور باك، اوكي ومن قدام كانه قالب هال سبيس هيدا بالعكس، يعني في مشكل باسفل الظهر تقريبا. صحيح صحيح. بس في كثير حالات بيختلطوا بين اللوردوزز وبين البلفيك تلت اللي هن مشكله كمان اللي هي تقوس الظهر حكينا عنها قبل. نعم. اوكي اليوم ما نعرف نميز بيناتهم. اوكي مش كل شخص لقينا عنده انحناء يعني هي عنده لوردوزز او عنده بلفيك تلت، بقى نعرف لانه تختلف طريقة العلاج طبعا. نعم. يعني يمكن تقديري انه هالتمارين فيها ستريتشنج كثير. exactly. صحيح exactly. منشوف عيني لو سمحت. طيب اول ستيب رح نبلش بانه نعمل ترخايه، اوكي اذا بدك للبلفيك. اللي رح نعمله هو البوزيشن تبع الحركه اللي نحن بنسميها مينلي لانجز، هي معروفه. صحيح. بس ظهري بده يكون لورا وافتح قد ما في اجري لورا على الاخر. اوكي اللي بقى نعمله اليوم هو انه نحاول نتخطى وقت اكثر من 30 ثانيه. اكيد حيوجع كثير شخص اللي عم بيكون عم بيعملها هو عنده هالبلفيك مقلوب لقدام. اوكي رح نبلش بهيدي الطريقه. بس هيدا الوجع طبيعي؟ هيدا الوجع طبيعي للي عنده اكيد مشكله. نعم. لشخص عادي حيحس انه ماشي حركه ستريتشنج طبيعيه. نعم. ما فيها اي مشكله. اوكي كل الوقت ظهري لورا شوي بهالبوزيشن، بدي اخلص حوالي 30 ثانيه اكيد جرب مره على مره، جرب طول اكثر لحتى تعمل ستريتش اكثر. ودائما الظهر لازم يكون ثابت، لازم ثابت ولا ميلت ورا. وبرجع بنقول لثاني اجر. اوكي بدي اعملها بنفس الطريقه. اوكي بنكون احنا هون اليوم عم نعكس البلفيك، هو البلفيك قارب لقدام. اوكي رح نعكسه لورا، رح بفسر شوي بس كيف ممكن تصير هذه الحركه. هي اذا بدك الظهر هلا انا مقوس عندي. نعم. بدي اجرب ردوا لمحله هيك بهيدي الطريقه. نعم. يعني كانوا عم فوت السبيس اللي من مالي تحت لجوا، ومن هون رجلي جا مع الستريت لاين اذا بدك. بس هيدي بدها تركيز، يعني يمكن انتوني ضروري يركز على نقطه معينه حتى ما يفوت التوازن. اليوم كثير كثير دقه وكثير تركيز. نعم. عم نحكي بحالات وبكيسز كثير دقيقه يعني اليوم. نعم. هذا شيء كثير ميديكال سو بدنا كثير ننتبه نحن وعم نعمله. نعم. حركتين رح نعملها على الكرسي، رح يكون عندي كرسي اعمل عليها ستريتشنج. مع مرحله متطوره من بطل بحاجه للكرسي، بس اليوم اول ستيب بفضل انه نكون كثير مركزين على هذا الموضوع. رح رخي كل المسلز اللي بجسمي بالابر بودي. اوكي لما يلي تحت افرد جسمي لتحت كانه عم رخي كل جسمي لحتى كل المسلز من الباك من ما يلي تحت لما يلي فوق كلها ترتخي مع الكتف مع كل شيء. ساعتها نحن بنكون شو عملنا؟ ساعدنا البلفيك ليقلب والظهر يشده لعنده لحتى يصير يسحب البلفيك لميله الظهر. يعني هي اسهل بكثير من السابقه. كثير. اوكي. هيدي الحركه رح احاول انا ضاين فيها دقيقتين اهي من غيرها. برجع بمرحله متقدمه بوقف بعمل على الواقف بطل بحاجه لكرسي. اوكي هلا رح نعمل الحركه الثالثه. نعم. يلي هي بدي نام على بطني. تفضل. اوكي اللي بدي اعمله هو انه بدي القط اجري اوكي من ميله وحده اوكي وشدها لعندي وشدها لعندي قد ما فيي لحتى ترجع هل اذا بدك البلفيك تلت لها ميله اليمين او ميله الشمال حسب باي اجرة عم نعملها. اكيد بنبلش 30 ثانيه وبلش نطلع لنوصل لدقيقتين بكل ميله نعطيها اذا بدك فول باور. اهم شيء نكون عم نتنفس كثير مزبوط نحن عم نعمل هول الحركات لانه النفس كثير له دور اساسي بهذا الموضوع. وطبعا هون بكون عم بتحرك العضله كمان عم بشد عضله. اكيد المصل عم المصل من اذا بدك عم تشد الكوادز عم تشد الجلوتس عم تشد الظهر من تحت مش البايسبس والترايسبس كمان؟ هلا هي شوي سكندري مصل
الاستاذ يلعبوا بهيك صحيح. اوكي بنبرم لتاني اجر هيك بنكون بهيدا الطريقه رخينا المسلز بحوالي ثلاث حركات اربع حركات لهولي يعني بهالوقت الحوض شو بيكون عم بيصير فيه؟ هلا بيكون ترخى المسلز كلها اذا بدك رجعت لمحلها بطريقه صغيرة يعني اكيد اول فترة عم نكون، بعدين رح ترجع تتقدم، رح نرجع نعمل الطرق اللي بدنا نقوي فيها المصري. نعم. اوكي؟ رح نرجع نوقف وناخذ البوزيشن اللي كنا عم نشتغل فيها اول وحدة اللي هي حركة اللانجز. كمان هيدي من اصعب الحركات باللي بهول الحالات. اوكي؟ بس هالمرة بدل ما اكون انا عم كون عندي هالانحناء لورا، رح اكون عم اشتغل بالعكس، انا اليوم بدي اقوي المصل، اوكي؟ فبدي اعمل انه بدي انزل كاني حامل لنقول اثنين دمبلز بايدي وبدي انزل فيهم حد شوز عندي اكزاكتلي هون بتنصح بانه واحد يحمل دمبل او لا لا مش هيك اليوم عم نفرجيها نحن من دون دمبل من دون شيء هلا اكيد حامل وزن جسمه 100% اي وزن الجسم صدقني كثير صعب يعني مثل ما ملاحظ بدها كثير بالانس بدها كثير فوكس اذا بدك تركز على محل معين كثير طيب جو هنا ممكن يعني التمرين ده لو اللي بيعمله مثلا هو ما عنده اللياقه العاليه لانه واضح انه رياضي فقادر يعملها صحيح. ممكن يكون مثبت بحاجه يعني مثلا جنب طاوله هلا ممكن اول فتره اذا بدك نتهدى بشيء نحن عم ننزل لحتى نقدر نعملها بس يعني. يفضل انه ما نطول بهذه المرحله كثير بنزل بدق لك انا حد الشوز وبرجع بطلع واكيد بدي ابرم اعملها بثاني اجر بنفس الطريقه وكل ما ننزل اكثر كل ما نلاقي فعاليه اكثر كل ما نلاقي فعاليه وكانه الاليه دائما اللي بنعتمدها عشان ما نعدل وضعيات العظام اللي بتكون غلط انه نقوي العضلات اللي حوالينا مضبوط اكيد هي دائما ترخيه العضلات يلي هي عم تلقطها لهيدي اذا بدك الاريا او سبيس ومن بعدها نرجع نقويهم لحتى يقدروا يتحملوا اكثر اوكي هلا في حركه كثير مهمه رح نعملها يلي هي بنام على ظهري اوكي سبق وحكينا عنها يمكن هالحركه بحلقات قبل يلي هي الهيب ريز بعلي شوي منطقه اذا بدك الهيب يلي هي هون وبس بدي انزل لتحت في عندي اهم نقطه بهذا الموضوع هو ممنوع يكون في كيرف في ظهري يعني يكون في اي يعني التواء شوي فسر اكثر سوري لما هون انزل على الارض بدي انزل ودق ظهري بالارض هذه هي اهم نقطه بهذا الموضوع بلكي فورم ظهري مش ممنوع سمح لي ممنوع يكون كيرف شكل ظهري لو مش سمح لي انا بدي شد الماكسيموم تبعي طالما انا عم بعطي هالافورت كله على المسل استفدنا من النقطه حتى يصير خالي من اي 100% بس يفضل هالحركه ما اعملها انا وطالما عندي هالكيرف الكبيره بطلع لفوق على الاخر اوكي اكيد قد ما في على الهب لميله فوق مثل ما قلنا لحتى رجلك وارجع لما انزل انزل كانه نزلت ولزقت هيدي سبيس كلها بالارض لبسيط صارت ستريت لاين اوكي من اهم الحركات كثير بدنا نركز عليها بهيدي الحاله وبيرجع في عنا حركه البلانكس يلي كمان عملناها قبل بتقويه المعده اذا بدك او تقويه الكور اوكي اهم حركه للمعده يلي هي دائما هيدي سواء عندنا انحناء او لا مفيده البلانكس هي كثير مهمه هي اذا بدك اكثر حركه بتقوي العضله بتقوي قدره التحمل صحيح فاللي بدنا نعمله اليوم هو انه بده يكون ظهري وراسي والارداف كلها على نفس اللاين نفس الخط نفس الخط اوكي وبدي ابلع بطني لميله جوا اوكي كيف كاني اخذت البوزيشن اللي كنا نحن عم نحكي فيها قبل اللي هي هيك اوكي كل الحركات اللي انا عم جرب اني اعملهم هن انه يوصلوني لهيدي السبيس اللي هون هلا رح اوقف شوي رح احط كانه عم حط ايدي ورا راسي اوكي بهيدا الشكل اجري بقى تطلع لفوق اوكي هيدي في لها طريقتين لتنعمل فيها نعملها نحن ونايمين على الارض اهم شيء اذا عم نعملها نحن ونايمين ظهري من هون ما فيه كيرف ابدا ظهري كل الوقت معتني فايته لجوا اوكي انا حاسس حركه وداع هي لان خلص وقت 100% رح اطلع لفوق وبتاني اجر نفس الطريقه شكرا جزيلا يعني تمارين جدا مهمه وممكن الواحد يعملها في البيت حتى لو في الاول كانت صعبه شوي عن شويه حيوصل يعملها بالشكل المضبوط المدرب الرياضي جو هلون شكرا جزيلا انتوني شكرا جزيلا لك شكرا مشاهدينا فاصل اول نتابع